يا مرحبا، انا ارجع وياكم حلقه جديده. طبعا هالمره بسوي شيء في عندي مكان، شفته شيء عجيب وباكم تشوفونه وياي، اللي هو هذا الشيء. انا ما اعرف هالشيء الصراحه، تاريخ، اثار اي منطقه بالضبط، شو السالفه ما اعرف، بس بحط شيء جنبه. مكانه حلو الصراحه، يعني ممكن هني نسوي بيوت، محلات صغيره، تنزل البحر هني، ناس تتي من هذا الميناء إلى هذا الميناء وينزلون للمدينة من هني. طبعا مشكلة التلوث بحاول أحلها، بحط أنا الحين كل شيء هني، ترى لأن عندنا مشاكل في التلوث، بس هني بناخذ ماي، لأن التلوث شوفوا لوين وصل. والصراحة المكان غير سياحي أبدا أبدا، غير سياحي. فأنا قلت اللي بسويه، وانتوا معي، نشل هذا، بنلوث مكان جديد. طبعا ما نعدل، نحن نلوث. اثنين، ثلاث، اربع. طبعا هنا ما في تيارة، يكون برا على المدينة، حتى لو طلع بيروح مكان ثاني. وهني في تيارة دفة برا، لان الصراحة تعبني تلوث، شكله الصراحة قبيح ومخرب المدينة، وما بخلص خلص، يعني ما بيكون عندي انا التلوث هذا، ما بيكون موجود كهرباء وغيره. بنحصل له حل ان نبني المدينة القريبة هنا. الحين اعرف بتقول والله يبني عند مدينة قريبة تلوث، لكن البحر ما نستعمل البحر الثاني. نحن الحين البحر الثاني بيحل لنا معظم المشاكل. كهرباء طبعا، كهرباء، تعالوا يا كهرباء، خلنا نشوف التلوث اللي هنا بيخف، بيروح شوية. طبعا هالسد ما منه فايدة، الماي اللي جاي من البحر اكثر من الماي اللي طالع للبحر. شو شكل المكان، والله قبيح، حرام يعني الصراحة، حرام. يعني الحين البيوت والله اشكالها حلوة، بس الناس اللي ميتة هاي بالكيلو، مش عارف اني وضعها، والله ناس ميتة بالكيلو. تعرفون شو بالكيلو؟ اقولكم بالكيلو. زين شلوا ناس، يعني في ناس ميتة يا جماعة، ممكن ترحمونهم يعني؟ ممكن في كهرباء، اوكي، ممكن ترحمون الناس المساكين هاي، تشلوا الجثث. زين الحين احنا هاي سويناها، شفت الحلقة الماضية الخريطة التعبانة، بس هذا انا ابغى، هذا شو بسوي؟ لازم مكان سياحي يكون، يعني وين صار هذا هو؟ نعم هذا هو. ممكن نسوي عدة أماكن مشاة، أو ممكن لحظة نسوي هالنوع، بنحاوط المكان بمكان، ما بقى كسرة صراحة، ما بقى كسرة، شكله مكان مشروع سياحي ناجح، والناجح ناجح يعني ما في مزاح. هذا الشيء مش موجود سم سيتي، يعني الحين لو انا بلعب سم سيتي مرة مسوي فيها لا دوار، لا صح انه مش احسن واحد يسوي دواوير، بس هذا اداة مساعدة الصراحة. والله بعد ما طلع دوار سيدة، لكن حافظنا على المنطقة التراثية. زين حول المنطقة التراثية شو بنسوي؟ طبعا بنسوي شارع، لازم يكون في حولها دكاكين، وقلنا هالمكان ما راح يكون فيه شيء كبير ابدا، ما بسوي في اي شيء كبير، مش انا بسوي شيء كبير يعني، بس ما بحطي رابيكم الحين لحظة، بس ما بحطي الخبصة الخربطانة كلها حولها، بحط دكاكين صغيرة، مش دكاكين كبيرة وضخمة لا دكاكين صغيرة. وهني الناس اللي بتشتغل في الدكاكين طبعا محتاجة بيوت، مع هاي المحظوظين. دايما اظني المشكلة اللي واجهها دايما في الزحمة، واحدة من مشاكل الزحمة ان الدكان يكون بعيد عن مكان السكن. هذا ما بيكون وايد، ما بنزل تحت، ممكن اسوي تحويله، اتشاور يعني اسوي تحويله، وبيكون عندنا عند هذا واحد من نص بالتذكاري. هايبر ماركت لا، خلينا نشوف لنا شيء حلو، فنان ولا نباستيتوس. ترانسبورت مش مكانك،
افلام، مكاتب، يمكن اوبرا. اوبرا عن مكان تاريخي جميل، يعني الناس اللي يون مركز علوم، اكسبو سنتر، لا استاد، ستاديوم هذا حق مباريات. لا انا شو ابي اسوي؟ ابي اسوي هالمكان اوبرا. احس ان افضل شيء اوبرا. وين صار صديق الاوبرا؟ هذا ابي احطي اوبرا، بس اوبرا ما بحطي هني، اوبرا ابي ارفع الارض هني. شوفوا شوفوا، لازم اسوي شيء جميل ورومانسي الصراحه. لا خلاص مره مشتريها من الاتجاه هذا. ف شوفوا ما يستوي ارفع الارض بما فيه الكفايه. لحظه ليش ولا وايد مرتفع؟ يعني شكله وايد مرتفع، شكله وايد مرتفع، ما راح يرضى انه يرفع. لحظة خلنا نشوف، يمكن يكون محطوط ويكفي. احنا حاطين ان الرمل المفروض ما يخلص، بس المشكلة الحين مش في الرمل، اخاف التكلفة تكون عالية. بنسويه فوق البحر، هذا الشارع اللي يودي الاوبرا. عندي مشكلة ما منزل باركنات، ما في عندي باركنات. لو عندي باركنات كان الوضع غير. نزلت باركنات لكن ما رضوا انهم يجون في اللعبة داخل صراحة. انا مش اني ما حاولت، انا حاولت لكن الوضع نفسه ما فات. بيت جريد امان با شوارع، هذا مواصلات، ما في باركنات. ما اعرف الباركنات ما طلعت تشتغل عندي، مع اني حاولت اضيف باركنات صراحة. ويمكن مع الحدايق، هي مع الحدايق. يوه اوكي 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 اوكي، وضعنا مية مية. وانا ادور عليهم واقول بحطي لهم باركنات، بسوي لهم وبهم يشوفون ترتيب، طلع الترتيب مخلص موجود، طلعوا مع الحدائق الجماعة. بتقول الحين شو قاعد اسوي؟ انا بخبركم. نبى نفس جرف، اللي هو جرف، تعرفون الجرف اللي هو نهاية صخرية. حلو، النهاية الصخرية هاي شو بسوي فيها؟ زين، النهاية الصخرية هاي بتكون عبارة عن مكان الاوبرا مالنا. يعني المدخل ضعيف، يمكن يسوي شوية زحمة، لكن بيكون جميل. انا ابغى يكون جميل صراحة، ولازم يكون عنده باركنات وايد. ما بسوي ازمة باركنات، وبنسوي ممشى للاوبرا بعد، بسوي ممشى من هذا فوق الارض. اتمنى يضبط، اتمنى ادعونا يضبط. زين الحين هسه افكر افكار جديدة. شوفوا مسوي جرف، خلاص انا مليت من المدينة العادية. احنا صرنا من اول السلسلة اوكي بنسوي مدينة حلوة، بنسوي خدمات، بنسوي كذا، بنسوي الى اخره، بس خلاص انا اتوقع ان بس انا مدن عادية. لازم الحين نبدأ نطلع مدن ما في منها، ابدا ما في منها مدن. لازم الحين تكون غير، خلاص من نبني مدينة لازم يكون عندنا جرف، لازم يكون عندنا ممر مشاة، لازم ما تنقسم خدمات. انا ممكن اوقف الميزانية على فكرة واسوي شيء قوي، لكن انا احاول استكشف بوصل لاي حدود انا بقدر اسوي مدينة قبل لا يخلص علي ميزانيتي. يعني هل ممكن اسوي مدينة ضخمة من مدخولة؟ لان للحين احنا كل اللي سويناه من المدخول، ما صغرنا اي شيء. يعني للحين تقولون صغرنا شيء ولا هذا، ولا ما سوينا للحين، ما سوينا شيء. بس الاوبرا اظن بياخذ مساحة شوي كبيرة، فيبقى له شغل. شوف شوف، بس هذا انا هني موقف الليمت مال الرمل، لانه في العاده لازم تشيل الرمل عشان تدفنه مكان ثاني. في الحياه الواقعيه الحين اذا يبون يبنون مكان، لازم شي يسوون، لازم يكون لهم حياه واقعيه. واذا يبنون في الحياه الواقعيه يكون لهم حياه واقعيه. انا شو خبص؟ اوكي، يعني اذا في الحياه الواقعيه بيحطون رمل مكان يكونوا شايلين المكان، فهني مسوين تقريبا نفس الشيء. بس نحن طبعا ما نبغى شيء،
احنا الحين نبغى نغير تضاريس الخريطة، نبغى نسوي مكان مش موجود، نسوي نفس الجزر اللي في الماي يبنونها الحين، والجزر الصناعية وهاي، بس على أصغر شوي، على شوي أصغر. هذا بتكون المرحلة الأولى تقريبا. خلت أشوف إذا أقدر أسويها سيدة. لحظة، أقدر أسويها سيدة هاي، سويها سيدة. لازم تتعلم استعمل هالأدوات. هالأدوات إذا أنت ما استعمل، أنا بلالي اليوم أخبص، قولوا لي بس ليش أخبص أنا اليوم؟ شو السالفة؟ شو سالفة التخبيص اليوم؟ طبعا هني لازم نعدله زين، لازم نحط شيء هني لأن المكان خطير الصراحة، يعني المكان إذا حط طاح من هني ودع خلاص، مع السلامة مع السلامة. خلينا ننزله شوي، احسه وايد مرتفع، انا وايد مرتفع. هذا ما كان موجود، ما كان موجود ابدا ابدا. فلازم نبدا نسوي شغلات مميزه شوي. خلاص تعبت من اللي موجود على الخريطه نفسه، مرات ادور على تضاريس ولا شيء معين انا اباهن ومش موجودات، مش موجودات. فنزلت شوي شغلات، مثلا انا الحين ابى باركنات، ما كان موجود باركنات، ابى مرات مش اشكالها غير، مش موجوده، ابى شغلات مختلفه مش موجوده، ابى انا شو سويت هنا، ابى شويه تمور. يعني هالمكان الحين لازم يكون فيه دكاكين، طبعا الدكاكين اللي عند الاوبرا تكون صغيره، ما تكون دكاكين ضخمه يعني، تكون دكاكين صغيره. ها اخر جزئين انا بسويهم الحين مش اكثر، يعني ما بحط وايد اجزاء الصراحه، ما يباله. بس يعني لازم نحط شيء جديد. الحين بوقف مدينة الشاطئ فترة، بوقفها ما بنشتغل عليها خلاص، بنشتغل عليها بعدين يوم بنحتاج سكان، يوم بوصل ان شاء الله هالمدينة في هيك المدينة. اتمنى يستوي اللي في بالي، اذا استوي اللي في بالي بيكون شيء جميل. فكر اسوي جسر من الاوبرا، شوفوا من الاوبرا، بس ما اتوقع يستوي انا الصراحة. كوني الاوبرا، انت تتي عند الاوبرا تشوف المدن كلها، شوفوا مدينة الاوبرا انك ترى جميع المدن، نعم انها الحقيقة. المهم عن السخافة الزايدة، اليوم المزاج عالي شوي، اليوم المزاج عالي، مزاج عالي. ولازم تشوف نحط تحت يزيد فوق، صح تحت يزيد فوق. خلنا ندخل شوي في البحر، مو مشكلة، خلنا ندخل البحر في شوي، مش غلط ابدا. يعني من سوينا هذا كله ووقفت على هاي، ولا ايش رايكم؟ انزين، ها بيكون مكان وايد حلو للاوبرا، حي الحياة اللي بيه الاوبرا الحين بيستانس. طبعا احنا متى انا بسوي مطار؟ وللحين ما ضبط موضوع المطار مالي، يعني ما حصلت مكان حلو احط فيه المطار، بس اظني هني حصلت مكان جميل للمطار. في شيء ثاني عندي مشكلة ثانية انا حاليا، يعني مشكلتي الثانية مش بس هاي، بخبركم الحين. قطار، مشكلة ثانية، ليش ما أخبركم الحين؟ خليني أخبركم الحين. المشكلة الثانية قطار، جدا خطار، مصيبة. أخ سامحك الله، أظن نقدر نحط أوبرا هني، بس والله منظر جميل ها لو وقف مكانهم. انزين إذا أوصل شارع الحين، الشارع الصغير هذا إلى الأوبرا، حلو. أنا بجيب منه الشارع الرئيسي، وبطلع من الشارع الرئيسي شارع صغير لهالشارع، لأنه بيكون موصول بالمطار. أوكي، يعني لحظة، هذا ما نبغى، نبغى أربعة سيدات، حلو. هنا طلع دكاكين يمين ويسار، تشوف أحلى مكان للأوبرا. صبر كم عليه، ما يبالي هذا كله تصور الصراحة، يعني أحس إن الشارع وايد كبير على الأوبرا الصراحة.
ما ملينا من الزوايا خلاص، اي شي زاوية ما نبغى، خلي الشارع مايل شوي، تعبت من الزوايا. زين خل نمسح هذا، خلي الشارع مايل. وين صديقنا الاوبرا؟ ايوه بس وين المشكلة؟ ما في ناس بتستانس. لحظة خلنا نشوف اذا نحط اي ستوديوم. نفس الحالة ما في ناس بتستانس وايد، بس اتس اوكي، انا اشوف انه اوكي عادي، حقينا عادي. ونسوي شو اسمه مباريات هنا عقب، نسوي مباريات عليهم. طبعا اللي يبي يطالع مباريات يبا باركنات، ما اظن بيحتاجون هالكم من الباركنات يعني. هذا باركن، يو باركن هذا لو حد بركن هني يا ويله، والله يا ويله يبركن هني خلاص. خلي العرب نعق الناس نحن على شو اسمه، وجان شو يقولوا عن عقب، يقولوا شو النادي الفاشل، لازم يكون نادي محترم، نادي محترم، نادي ده محترم وحيضل محترم. بس لازم، لان هذا بينشبلنا، انا ما بغير مكان الباركن، بغير الارض يعني. هذا لو في الواقع انا كني مخسر 20 مليار على باركن. الحين 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 بيستوي باركن. لحظة 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 باركن 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 باركن. والله هو بعد في احتمال انه يطيح، بعد في احتمال انه يطيح، لكن لا 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 اوكي اوكي اتمنى ان شاء الله ما حد يطيح. قولوا ان شاء الله انتم بس ما حد يطيح، لان لو حد طاح بس يزعل، بيزعلون مني شوي مو بوايد، شوي شوي بيزعلون مني. والله ان الباركن لكم عليه الصراحة، انا مشكك في قدراته للحين، اشوفه زين عادي، شوي مايل هو شوي مايل، بس عندهم باركنات يعني، عندهم باركنات، بس انك لا تطيح، انك لو طحت بتجيب العيد. شو مو بتجيب العيد؟ ها شو باركنج لوت، هذا مال مشاة باركنج، مابا 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 كار بايك اور مابا باركنات سياكل. نحن مش في المدينة، يمكن احط لهم في المدينة اذا نبى الباركنات. زين طبعا المكان نفس هذا تعيش عليه منو؟ المحلات والدكاكين. بس بجرب ان الناس هاي اللي ساكنه هني تشتغل هني، خلاص ما بحد من اخر الدنيا ييني، سالفه حد من اخر الدنيا ييني ما بها. هني بعد دكاكين صار بنحطي، اوكي حلو، بنحطي هني بيوت. لا 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 هي مش بيوت، ثواني لا هاي خلها دكاكين مو مشكلة. عندكم البيوت الصغار بيشتغلون هني، ما ظن عندهم مشاكل. من قدام دكاكين اللي هنا، من جوانب بيوت، من ورا دكاكين. اوكي زين، كيف الواحد يوصل لهني؟ لازم يكون عندي شو بس. لا جميل مكانه الصراحة، انا اشوف مكانه جميل. اوكي خاف وايد امسخها، لان العالم تقول شو عندك ذبحتنا وهو جميل جميل. وبعدين يعني اوكي بطلع قطار من هني من ورا، لان بحط صناعية عند التلوث تحت، يبولها من منطقة صناعية. وينك يا قطار العزيز؟ انت يا قطاري، يا قطاري يا عزيزي، تعال تحت الارض. من نزلت تحت اخر شيء اسمح ينشبله. اوكي وبنطلعه، شوف وين طلعنا، شوف شوف عند المكان المطلوب. بس ما اعرف اسويه ون واي
لو الحين قطار واحد يجي، قطار بيروح لحظة أنا بقول لكم. ما يستوي شكلها، تحطيه خلاص. حطيناه شكلها راحت علينا، بس احتياطا. اوكي، لان المسافة طويلة فما اعتقد انه منفذ قطارات واحد يكفي هنا. باخذ من اخر الخريطة منفذ ثاني. شوفوا بنسوي الحركة التمويهية. انا حطيت مكان غلط شوي، بس اظني لا مش اوكي. اتس نوت اوكي، اتس نوت اوكي ابدا. بنهدمه هذا البولدرايز هذا. لحظة، هذا فوق الأرض لنا. ف لين ما يقدر يرفع عمره أكثر، لازم أطلعه قبل شوي. بحاول أسوي له سبب، بسوي منطقتين مختلفات. زين، بسويه بطريقة معينة، بخبركم الحين. يعني هذه منطقة البحر هني شوي، بنسوي صناعية هني، بسوي المدينة، والحين بنبدأ نخلط الناس مع الدكاكين. ليش؟ مثل ما قلنا، أنا بديت أشك إن البعد هذا بعد يسوي زحمة، البعد بعد يسوي زحمة. ثم لين آخر شيء يمكن نسوي مجاري آخر شيء بعد. ليش؟ خلنا نسوي سيدة. زين، شوفوا هذا البعد. اوكي، الاول قطار كارغو بيكون. هذا القطار الثاني. هالقطار الثاني. اوكي، هاي خطوط سيدة، خطوط رئيسية مع اوكي. مش اني راضي عنه اقوى شي، بس ممكن اشتغل معاه. شو معاه؟ الحين شوارع صغيرة في الوسط. يا أيها الشوارع الصغيرة، هاي فورلين، اسمه الفورلين رود. ها شكله بيكون إضافة جميلة. على فكرة الموز نقدر ننزله من الكوميونيتي، للي مثلا ما يعرف وين ينزل شوارع في الشوب، أو بهد خبروني في الكومنت تحت شو تبون تعرفون، وبخبركم وين تحصلونه. هذا خط الارض، ترى مش مساعدتني وايد على فكره. اخاف ان حتى محطه قطارات يمكن مره مبنيه. الحين خلينا نشوف قطار. ما ابغى ترين ستيشن، ابغى كارغو ترمينال. هي الارض صعبه وايد، الارض اصلا صعبه. خلينا نسوي بالطريقه هاي.
يا الله حفرها تحت. هذا كارغو، محتاج كارغو ثاني انا، لاني بوصل هالكارغو بكارغو مدينة ثانية شكل الصراحة. بس الارض اللي ياس ابني عليها تعبانة، وايد وايد تعبانة، بس بنحاول نعدلها يعني، نحاول نعدلها. يبالها شوي شغل، يبالها شغل. يا مش تعال وابني، هي الارض الصراحة يبالها شغل. يمكن هالحلقة شوي قضيناها نبني ونسوي، بس هذي هاي صناعية، وهاي الاوبرا بتكون هني، وبيكون في دوار عود هني في المدينة كلها، دوار ون وي، والدوار هذا بيطلعنا المدينة كاملة، ندورها وين ما تبي تروح تروح. وافكر انزل نفق او جسر، بس يعني انه تغيير لابد منه. بس لو هذا ما يطلع روحي انا الصراحة، أنا هذا مطلع روحي حاليا. زين اذا سويته بهالطريقة هاي ابى اريح شوية من راسي. نفس الشيء الارض وايد شو غير متساوية. انا ما كنت بسوي هالشيء، لكن ان هالحركة خايسة ما دانيها، من اخيس الحركات هني، هاي من اخيس الحركات اللي انا ما احب اسويها، ان تحرق وقت، وقلنا تحرق وقت مش دايما تضغط معي سيدة. انا مش وايد اوكي في هالسالفة هاي، انا مش وايد اوكي. بس شو بسوي؟ شوفوا بنزل شارع لتحت حبة اساس ما يحفر، اوكي حبة، وننزل هني نزل، وما نزل شو براية، وما نزل اساس يكون عندنا ما عندنا هاي واي قريب هني. اول شيء ما عندنا هاي واي قريب، وبس امان يوصل بكل اريحية، ما بس امان يتلعوز لين يوصل، انا ما ابغى، ابا يوصل مرتاح السامون على كيفكم، على كيفكم، مرة يوصل على مرة على هواكم. وهذا نفق، استوى النفق دايركت، شوفوا محلى هذا النفق من هذا الهايوي، القطار اللي بيه بيدخل هني تحويله، في القطار الثاني بيطلع من الصوب الثاني. فعندنا هني استوى اساس القطارات، شوي كهربتي لحظة، كهربتي الظالمين. انزين والشوارع وضعها صعب الصراحة، it's not easy. هاي ارض بعد ممكنة يعني، مش انه مش ممكنة، بس يبالها شوي شغل، لانها مايلة على جنب، ولو تشوفونها مش جاية على شو، على سيدة نفس مدينتنا الأولية. بس هني بما ان انا اعتمادي على الاوبرا ما بسوي وايد صناعة، بس ما اظني حتى البحر بيخدمني اللي هني في الكارغو. فشو ابغى اسوي اخبركم، انا اخبركم شو ابغى اسوي. لا انا مو بسوي هالشي هذا، انا من اولها ما ابغى اسوي هالشي هذا. لا ممكن تنزلون الشارع حقي، هي هاي مشكلة من مشاكل اللعبة على فكرة، ان اذا انا بسوي نفق مش بالسهولة هاي. مش بالسهولة هاي اسوي نفق. ايوة هني تحت السفينة تحت بتكون. ايوه محلاها البقعة،
لا هالنفق هذا من هني دايركت لين هني. شوفوا دايركت للسفينة، يعني اذا اقدر احط كارغو واقدر الف الشارع لفوق ممكن اسوي لفة مثلا. اذا انا ما ابى او اني ابغى شيء شكله حلو. لا انت ما كنت في النية يوم قلت شيء حلو، ترى لا تنشب لي في النص. شوف الشارع، انا ما احس ان راسي سيدة الصراحة، انتو كيف تحسون؟ لا بعد اباي بزاوية حلوة. بعد مش اوكي زين. اذا يبي شيء لا، اذا امد الشارع اشوف. لا لا مش اوكي ابدا. مو بشي. شو بيي بسوي؟ انا بخبركم بسوي بالعكس، بيي من هني بمد هذا من فوق البحر، اوكي؟ شوفوا بنسوي انا وياكم شو؟ هذا الحين استوى عندنا صح؟ هذا نروح نمسحه مو مشكلة، تحاتون. هذا واحد، هذا واحد، هذا واحد، هذا واحد. يعني مش 100% لكن ممكن، لكن مش لكن ممكن ممكن يعني مش سيء ذاك الزود. شوف هو اذا بنتكتك حق شارع لازم شوي يباله صبر. ابو جسر، ابو فوق، ابو فوق، ابا جسر. والجسر مش عوي، لا ابا جسر، لا ما ابا هالجسر، ما ابا بعد مو اوكي. يمكن بياخذ مني كم من اعادة، لكن شو يضر ان نسوي كم من اعادة؟ اوكي اذا سويته بالطريقه هاي يبتهني. يستوي ارفع الجسر يتعدل الوضع مالي. بس اذا اسوي شي شوي مايل افضل. ما على بلا مؤاخذة يعني الجسر يعني ترى ابدا مش اوكي. لا اوكي اوكي ناوت ميكس شوي احسن من اول. اوكي مو كارغو بيجي من الشارع اللي هو جاي لين هني. اوكي والشارع وين بيكون؟ بيكون على البحر. بيكون مكان هني بس مش عايبني. لحظة مش عايبني، خلنا نعيد، خلنا نعيد. ليش 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 زعلان مني سؤال؟ انت نحي وياها يعني ولا كيف؟ ليش متنحى وياه؟
عيب يعني، عيب. هذا افضل شيء حصلته اظني للحين، يصير للدوار هذا. اوكي، وبياخذ له لفه، ما له داعي يزعلون الشعب بعد. خلي ياخذ له لفه من تحت هالجسر. اوكي، ويركب هذا الجسر. شو هاي اللفه الخايسه هاي؟ ممكن تشرح لي موقفك؟ ممكن تشرح يعني؟ متأكد بيسوي شيء غبي. يب، ليش؟ لأن الشارع مو اوكي اصلا، يعني الطلعة اللي قاعد اطلعها مش اوكي، والطلعة اللي انا قاعد اطلعها زينة ما كان استوى بالطريقة هاي. فممكن اذا اسوي هالطريقة هاي اوكي. ايوه احسن بمراحل، وايد افضل. لكن اللفة الاخيرة هاي شوي غبية بصراحة، اللفة هاي شوي غبية. ما يمشي الحين، لازم نحل الموضوع هذا. انزين، موضوع المدينة الاساسية. طبعا انا ما بكل مكان الحين، ما ببني كل مكان، ببني على خط طولي كالعادة. بس الكهرباء شوي ربعنا، نبى كهرباء. اوكي، كهرباء اوريدي شبه واصلة خلاص، يعني ما لازم اتعب. بس الكهرباء هني، وصل دكاكين، ما ابغى دكاكين هني، ابغى صناعية. ها هني بس بتكون صناعية، هني ممكن احط شوية بيوت افكر، لانه بيقولون وين الموظفين صح؟ ترى الحين ما خلص، انا بعد في توصيل ثاني للبيت اللي فوق. يوم بيتوصلون بنتفاهم عن الموضوع. الحين في الشارع الثاني اللي هو هذا، والله طلع جيد مو سيء. الحين في شارع ثاني يابا، اللي هو ابى امد خط من الهاي واي بدون ما اجيس الارض. ليش بدون ما اجيس الارض؟ على اساس اطوف كل شيء من تحته. ناخذ 3 لياوي ولا 4 لين. زين، نرسب الطريقة، لأن بعدين بخطف من تحت شوارع المدينة الثانية مثلا، وأروم أنزل منه خطوط. شو هايوي؟ انا بحصل حل الكهرباء، ما عليك. حصل هاي واي. ايوه، ما بيطلع اوكي، ما بيطلع اوكي ابدا. شوفه جيد نسبيا بس مش وايد، بس اظني راح يؤدي بعض الاغراض، يعني مش ما راح يكون افضل شيء، بس راح يؤدي الاغراض. لانه حاليا لحظة،
اي بالشارع هذا هني. هذا الشارع راح يكون شارع معبر اساسي، فهالهاي واي بينزل في التقاطع الرباعي. انزل لكم اياه دايركت، وراح ننزل هاي واي الثاني مش واحد. ها لوين؟ ما اعرف شو حل الكهرباء الحين، بس بعدين بشوف شو حل الكهرباء. فلا تقولوا لي شو حل الكهرباء، حل الكهرباء بعدين بشوفه. ما ينفع شي هذا. اذا طلعنا هاي واي من هذا زين، الطريقة هاي مش بك هني، شو رايكم؟ هذا بعد خلني امسحه، شكله لا يغني ولا يسمن من جوع. اوكي مش هذا، لا 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 لا، هذا هي شارع سيدة، والهاي واي دايركت وين؟ على عينه. اوكي مش عينه حرفيا، لكن يعني زين صدق. ما اعرف شو السالفة هني شو بسوي، لكن اظني هذا راح يحل جزء من المشكلة. اوكي لانه ما قدرت اخطف اسلاك الكهرباء، مش اعلى من اسلاك الكهرباء، لان الحين في خط ثاني بي عندي، بطلع هاي واي ثاني. اوكي اللي هو هذا، حلو 4 5 6 13 متر كان صح. و هالهاي واي وين بيروح؟ هالهاي واي بيروح زين. انا اعتقد المفروض اسوي بالعكس، اتصور يعني الهاي واي ما يكون بالطريقة هاي. هذا بالضبط، لا مو بهدم. انا هالشارع احس اني لازم اني اغيره، لانه كترة، نعم انه كترة بعيب اني عارف الحين حلبي، وكأنك قاعد تبدع من زمان، بس عادي يعني. الإحساس بالإبداع بعض الأوقات لا يضر. هذا لا مو بيكون هني، خلني احط الطلعة الحين. ما في منطق الحين، قلت على فكرة افكر اني اكلمكم وافكر في الشارع والدنيا مختبصة علي على فكرة. فعادي تشوفوني ما اكلمكم، ركزوا في الشارع شوي، ركزوا في الشارع. اوكي الحين هذا ما يمشي الوضع. لحظة خلنا نجرب الشارع. اوكي ممتاز، سوينا شوي مش بالمستوى، لكن هذا ممكن يكون مجمع جسور هني. ابى احول خط طالع بعد من صناعية هني بعد، فشو بسوي؟
طلع خط من الصناعية. ايه قلت الصناعية. I know. انزين برد بعد هذاك، برد 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 بعد. بس عندنا موضوع جامد هنا نحن. بس اقرا شوي تقريبا بالضبط. بس لو وصلته كان اوكي، بس انا ما وصلته. ما يستوي بصرة بالطريقة هاي ترى. Space already occupied. انه هذا انه هذا احس انه مش اوكي الصراحة بالطريقة هاي، ابدا مش اوكي. شوفوا هاي شو اللي ماخذ المساحة. اوكي زين خبرني الحين انت اساس تقنعني انك تستاهل المساحة اللي ماخذنها. والله شوفوا معي، شوفوا معي. هذا شوي مستقبلي قام يتعدل، جسرين في جسرين. قمت احس التصاميم لكن بعدها مو بسيدة الصراحة، مو بسيدة ابدا. يبالي اعدل شوية تصاميم. المهم اظن الحلقة وايد طولت، بكمل وياكم هالمدينة، مدينة الاوبرا من جديد، وبنحط مدينة الشاطئ والنهول. نشوفكم في الحلقة الجاية.